الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. أما بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بمناسبة هذا الشهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحسن بنا أن نذكر بشخصية هذا الرسول العظيم، إذ في شخصية النبي اجتمع بعدان: بعد بشري عادي طبيعي يقتسمه مع سائر البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعتريه ما يعتري البشر، ولذلك اختاره الله رسولا. وبعد سماوي روحي نبوي، حيث أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم التقى فيه عالم الغيب والشهادة، التقت فيه السماء مع الأرض عن طريق الوحي. الذي يهمنا في هذه الخطبة هو بعده البشري، أما البعد الآخر نرجئه إلى الخطبة القادمة إن شاء الله. بعده البشري يقتضي بعدا تاريخيا، حيث أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من نسيج الخيال، ولم يكن من قبيل الخرافة، فهو شخص وجد كحقيقة تاريخية، لم يكن معلقا في سماء الخيال أو من صنع طائفة من المؤمنين كشخصيات الحضارة الإغريقية. تخيلوا آلهة، وهذا يسمى الميثولوجيا، يعني تختار شخصية مفهومية كونسبتويل ميتافيزيك ميتافيزيقية خيالية ليس لها وجود واقعي تاريخي، بخلاف شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما انتبه إليه المؤرخ، ويمكن أن نعتبره أيضا فيلسوفا، إرنست غونو، يقول في تاريخ الأديان أن الأديان أو ظهور الأديان عامة ظهرت في ظروف غامضة مظلمة لا ندري كيف نشأت، بخلاف ظهور تاريخ الإسلام، بحيث أننا نعرف عن شخص صاحب الإسلام يعني محمد صلى الله عليه وسلم تقريبا كل شيء: حياته واضحة في العراء، بحيث أنه شخصا تاريخيا معروفا، بخلاف أصحاب الأديان الأخرى خاصة الأديان السماوية. هذا من الناحية العلمية التاريخية. فنحن نؤمن بوجود عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وإدريس اعتقادا لا علما تاريخيا، لأننا ليست عندنا أخبار ومعلومات تاريخية بالمعلوم العلمي،
على وجود هذه الشخصيات، إنما نؤمن بها عن طريق القرآن. وصاحب القرآن رسول بشر معروف، هذا التميز الأول لنبي الإسلام، أنه علميا يمكن الوصول إلى معرفة حياته. المسلم كغير المسلم، عندنا أرشيف تاريخي يجعل من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم شخصية تاريخية. قال أغنست غنو: نعرف عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم كما نعرف حياة المصلحين في القرن السادس عشر. هذا رجل أصلا ليس بمسلم، بل له نظرة نقدية للإسلام، لكن يعترف بتاريخية وجود صاحب الإسلام الذي أتى بهذا الدين. فنحن لسنا في دين خرافي جاء من خيال، بل جاء من واقع تاريخي معروف تاريخيا وجغرافيا وأنتروبولوجيا، حيث نعرف أين ولد النبي، من هم قومه، قبيلته، جغرافية نشأته ودعوته. عندنا معلومات يمكن أن نطمئن لوجود هذا النبي، والمعلومات والأخبار التي وصلتنا على حياته. وأول مصدر لمعرفة شخص النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. هذا القرآن من أين أتى؟ لابد أن يأتي من إنسان، وجاءنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وجل القرآن أو أكثر القرآن أو كثير من القرآن يتكلم على الرسول، يكشف لنا خباياه وإحساساته وأوقات ضعفه وميولاته. بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأ القرآن كشيء مجرد، كأن القرآن لا يتكلم لا في تاريخ ولا في جغرافية، أنه يتكلم أولا مع النبي وعلى النبي، يتكلم مع النبي إذ وحي إليه، ويتكلم على النبي إذ يعرفنا بصاحب الوحي، حتى أنه يكشف لنا بعض الأمور الحميمية التي يتحرج النبي نفسه عن ذكرها، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وقت شك وقت ضعف، ألا إن نصر الله قريب. ولذلك أول مصدر لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نفسه، ولكن بشرط أن تنظر إليه كمصدر لتتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رسول ورسالة، وهو موضوع للوحي الذي جاء به. بعض الناس يريدون أن يجعلوا من الرسول شيء يعني لا، يعني لا يمكن أن يوصل إليه، كأنه من صنعين صنع من نور، لا، صنع من طين وخرج من رحم وولد يتيما وعاش في قوم معين، في قوم معينون، في قوم معينين معروف، ونعرف ميولاته. المصدر الثاني لمعرفة بشرية وتاريخية وطبيعة النبي
السنة قسط من السنة يعرفنا أن تعاليم الرسول جزء من شخصيته، وهناك شمائل يعني تصف لنا جسد النبي، ماذا يحب من الدنيا، وهو كسائر الرجال يحب النساء، قالها بنفسه، والقرآن يؤكد ذلك. ما كان لك أن تبدل بهن من أزواج، وما أن تبدل بهن من أزواج وإن أعجبك حسنون. يعني رجل لو كان امرأة لقال ولو أعجبك حسنهم، كأنه رجل يتكلم مع بشر ذكر، بعد ذكوري وبعد بشري وبعد طبيعي. وهذا الذي يجعل من النبي دلائل عظمته، لأنه من صنع البشر ومن طبيعة البشر وكسائر البشر، لكن ليس كجميع البشر. سنرى في الخطب القادمة ذلك البعد الروحي الذي استقل به النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك جانب في شخص النبي متاح للبشرية جمعاء، لأن الله أراده أن يكون أسوة، والأسوة ينبغي أن يكون من نفس طبيعة من يريد أن يتأسى بتلك الأسوة. الملك يتأسى بالملك، والحيوان يتأسى بالحيوان، والبشر يتأسى بالبشر. لذلك لم يرد الله أن يكون رسوله ملكا، ولو جعلناه ملكا للبسنا عليهم ما يلبسون. لكن لا مغالطة، لا تلبيس. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، حديث رواه البخاري من طريق عمر. لا تبالغوا، لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله غير الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم. فالقرآن يؤكد على بشرة النبي، والرسول نفسه يؤكد على بشره. إنما أنا بشر مثلكم أغضب كما يغضب الناس. كان يغضب، وكان يحب نوعا من الأطعمة، وكان ينام بطريقة ما يسميه العلماء بسنن الزوائد. يعني بعض الأمور كان يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم بحكم تقاليد بيئته وبحكم طبيعته وبحكم شخصية متميزة. عنده شخصية انديفيدواليتي، عنده ذاتية، له ذاتية لا يمكن أن يجتمع المسلم معه فيها، وله خصوصية سنرى خصوصيته الرسالية النبوية. فهو متميز بذاتيته البشرية من جهة، ومتميز بخصائص نبوية لا ينبغي لأحد من المؤمنين أن يشاركه فيها. وربما سنتطرق إلى إشكالية التأسي بالنبي على خلاف التماهي مع النبي، أو التماهي مع النبي قد يكون كفرا، لأنك لن تكون رسولا ولن تكون معصوما، فأنت تزاحمه في خصائصه إذا أردت أن تتماهى معه. بعض الناس يظنون أن السنة هو التماهي، لا، لابد أن تستقل بذاتيتك وتحترم ذاتية النبي صلى الله عليه وسلم. والمصدر الثالث لمعرفة تأريخية وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم كتب السيرة، القرآن، السنة، وهما طرفان وبعدان من أبعاد الوحي. والمصدر الثالث مصدر تأريخي يسمى بالسيرة،
والسيرة تتكلم على الأنساب وتتكلم على العرب قبل مجيء الإسلام حتى تعرف الإطار الذي جاء فيه النبي ومن كان يخاطب وأين كان ومتى كان وكيف كان. السيرة تضعنا في الإطار التاريخي لأنه التاريخ غير موجود في القرآن والسنة لأنه لم يكتب القرآن والسنة على حسب التاريخ. ولذلك تجد الآيات المكية في السور المدنية وفي بعض الأحيان السور المدنية الآيات المدنية في السور وهكذا. وكذلك السنة لم تكتب بمنطق تاريخي بخلاف السيرة. السيرة تذكر الجاهلية فترة الجاهلية لأنه لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لا بد أن تعرف هذه النقلة التي جاء بها الإسلام ومع من كان يتكلم ابتداء هذا الدين حتى تميز بين التاريخ منه والأزلي الكوني من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية نبوته، بداية رسالته، الحقبة المكية، الحقبة المدنية إلى موته صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون. ولعل من أرمز العناوين للسيرة العنوان الذي اختاره البيهقي لكتابة السيرة، أسماه دلائل النبوة وأحوال صاحب الشريعة. دلائل النبوة، لأن غالبا القرآن لا يتكلم عن المعجزات، كلمة معجزة غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة. القرآن يذكر الآيات، لن تجد كلمة معجزة. إذا اعتبرنا أن المعجزة هو شيء لا يمكن أن يفسر بمحض العقل، وبالتالي كل شيء معجزة لأن الوجود أصلاً لا يمكن أن يفسر بمجرد العقل. لماذا الإلكترون يلتقي مع البروتون؟ ولماذا هذه الذرات تكون جزيئات والجزيئات تكون الأنسجة والأنسجة تكون الأعضاء والأعضاء تكون جسد؟ كيف يعني العلم لا يفسر الظواهر إنما يصفها؟ العلم يصف لكن لا يفسر لماذا هذه الأمور تجري كما هي تجري عليه، إنما يصف، يصف المادة، يصف الخلية، يصف، هو وصف. une description et non une explication. التفسير مجال عقائدي فلسفي ميتافيزيقي والناس في ذلك يختلفون. أما في الوصف، الوصف يكون منطقي يلتقي فيه المسلم وغير المسلم. أما المعنى فمرتبط بالعقائد، وبالتالي كل شيء معجز. ولذلك القرآن لا يتكلم على المعجزة، يتكلم على الآية أو الدليل. ولذلك أسمى البيهقي كتابه بدلائل النبوة، تدل من يريد أن يهتدي. يعني ما الدليل الاهتداء؟ الدليل مادة الاهتداء، قد تهتدي وقد لا. كالقرآن هو آيات يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هي آية علامة، فتعامل معها كما هي، إما أن تؤديك إلى الإيمان وإما أن تدفعك عن الإيمان. أنت حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الآية هي ظاهرة ثابتة، قل انظروا ماذا في السماوات. القرآن آية ظاهرة تاريخية موجودة، الكون موجود آية، النبي موجود تحرك في التاريخ. ولذلك سمى السيرة دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأنه لا فهم للإسلام من دون الدخول من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذين يريدون أن يزيلون الرسول من فهم الإسلام، نريد قرآن من غير سنة، ونريد سنة من غير سيرة، ونريد إله من غير الرسول. سنرجع إلى المحارة الأولى، لأن خاصية الأديان السماوية أنها أتت عن طريق رسالة ورسول، والرسول جزء من الرسالة. ولذلك قال يسرناه بلسانك، بلسانك يا محمد. القرآن تكلم بلسان النبي، هذا البعد البشري، وسنتطرق إلى هذا الأمر في الخطبة القادمة، وهو البعد الوحياني الروحي الرسالي لشخص محمد صلى الله عليه وسلم، وعلاقته مع الوحي، هل علاقة سلبية أم علاقة إيجابية، هل له نصيب اشتراك في الوحي أم تلقى الوحي من غير اجتهاد ولا فعل، كأنه ساعي البريد. بعض الناس يعتقدون أن النبي فقط تلقى الرسالة كساعي البريد، يأخذ الرسالة ويعطيها للمؤمنين، لا دور له في الوحي. هذا البعد البشري الذي يقتحم مجال الوحي. البعد البشري مهم جدا، لأنه لا نريد أن يكون الإسلام يعني معلق، يبقى دانكارناسيون، يعني ما فيه تجسيد، بخلاف التجسيد عند النصارى، نحن التجسيد في تعاليم مجسدة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجسيد أو حلول الإله في شخص النبي، لا، حلول التعاليم متحركة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مدخل إلى الله إلا عن طريق هؤلاء الأنبياء. بالطبع هناك إيمان عند بعض الناس من غير طريق الوحي، هم موحدون، يوحدون الله، ولكن ليس عن طريق الوحي. نحن إيماننا بالله يعني يسلك طريقه اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنك أن تقتفي أثر النبي إن لم تتعرف عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.